طبعا الكسوف اللي احنا بنشهده الان ده كسوف جزئي عندنا في المنطقة العربية، وكسوف كلي في منطقة ما بين أوروبا وبين أمريكا الشمالية في منطقة النرويج. طبعا الكسوفات بتحدث على مستوى الكرة الأرضية من مرتين لأربع مرات في السنة. النهارده يمكن اليوم مميز شويه لانها ظاهره بنعتبرها من الظواهر القليل لما بتحصل في نفس المكان، وهو الكسوف الجزئي للشمس. احيانا الناس النهارده طبعا اغلب الناس كانت بتبص بعينيها المجرده طبعا باستخدام الفلاتر على الشمس، انما اول ما جبنا التلسكوب وجبنا صوره الشمس في التلسكوب والقمر ظل القمر بيقع على الشمس وقلنا سبحان الله تعالوا يا جماعه اتفرجوا، كل الناس طبعا سابت اللي في ايديها وجت تبص. ناس كانت مستمتعه جدا لان انت بترصدي الكسوف من خلال التلسكوب، بنشوف الجزء القرص بتاع الشمس هو بيتاكل سنه سنه، فالناس كانت طبعا مستمتعه جدا من النظر خلال التلسكوب، لان التلسكوب كمان بيعمل ماجنيفيكيشن للشمس بطريقه كبيره قوي. ايوه كمان يا راجل بس الله ينور عليك. الصبح اول مره اشوفها، اول مره، وسعيد سعيد وجاي بالمشوار عشان اشوف الموضوع ده. يعني مين اللي علمك تعمل كده؟ مين؟ على ايه؟ اشوف يا اسطى يلا اطلع بره تطلع من الميه يا اسطى. اشوف بس يا حبيبي ده لما بيجي والله ما تعرفش.